يتفضل فضيلة الشيخ محمد علي جابين يقدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. سألت الله أمنا في الحياة سألت الله سألت الله أمنا في الحياة وأسأله الثبات وأسأله الثبات وأسأله الثبات إلى الممات سألت الله أمنا في الحياة وأسأله الثبات وأسأله الثبات إلى الممات سألت الله سألت الله سألت الله نور العلم يهدي إلى سألت الله سألت الله سألت الله نور العلم يهدي إلى الإيمان إلى يزرع كالنبات سألت الله سألت الله سألت الله جمع الخير مدة سألت الله
الله الله الله سألت الله سألت الله جمع الخير مدة أؤوب به أؤوب به إذا حانت وفاتي سألت الله سألت الله جمع الخير مدة أؤوب به أؤوب به إذا حانت وفاتي سألت الله سألت الله صلي يا إلهي على المبعوث فينا للنجاة سألت الله صل يا إلهي على المبعوث فينا للنجاة النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاح العبير إذا ذكرت محمدا والنور أشرق والظلام تبددا صلى عليك الله يا نبع الهدى ما طار طير في السماء وغردا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والدعاء من فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين، ونحن هنا نقدم واجب العزاء لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر في وفاة زوجته.